الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. إحنا هنشتغل مع الميني تنس زي ما أنتم عارفين، بنعمل الكورس للميني تنس، وهنعمل النهارده إزاي نمسك المضرب في الفور وإزاي نمسك المضرب في الباك. يبقى إيه؟ مسكة المضرب اللي هي الجريب. إزاي نعرف نمسك المضرب؟ أنا هشرح لكم، ممكن بس تتفرجوا عليا. مسكة المضرب، ممكن كل واحد يحط مضربه بس كده جنبي. برافو. إحنا دلوقتي نبدأ بمسكة المضرب الباك هاند، أوكي؟ مسكة المضرب الباك هاند، أوكي؟ في الباك هاند بعمل ايه؟ بصوا اول حاجه ايدي، بصوا جايه من فوق ازاي، بصوا نازله 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 مش ماشيه لحد ما اوصل حرف الجي بتاع ايدي. يبقى انا كده واقف مضرب وبخش بايدي الشمال، مفيش حاجه، اصل بخش بايدي الشمال اهو واروح جايبه عند رجلي الشمال اهو واقوم طالع صغيره. الكابتن هيحط لي الكوره هنا يقول لي هيد بول، فاكرين؟ يروح هوب طالعين ماسكه المضرب ده. يبقى ماسكه المضرب في الميني تنس هي نفسها الماسكه بتاعه الرجال وبتاعه الشغل الكبار، بس احنا بنقول على ايه؟ على شكل جميل صغير الاول، نقولها كده كحدوده. ازيك يا مضرب؟ اخبارك ايه؟ واروح داخل بايدي الشمال هنا جرو، اهلا وسهلا، واروح جايبه عند رجلي الشمال عند جيبي دون، واروح حاطط رجلي اليمين قدام كده سنه صغيره، واقوم الكابتن طبعا هيحط لي الكوره عشان بتعلم لسه، اقول هيد بول. شايفين؟ يبقى دي اول حاجه في الميني تنس، ان احنا نعمل ايه؟ نسلم على المضرب، ازيك يا مضرب اخبارك ايه؟ ونقوم داخلين بايدينا الشمال اهلا وسهلا، وجايبينه عند رجلينا الشمال هنا في الحته ديت هوب. دي اسمها ايه؟ باك هاند. المسكه دي اسمها ايه؟ باك هاند. المسكه دي اسمها ايه؟ باك هاند. عندي صوتك يا امنيه. المسكه دي اسمها ايه؟ باك هاند. يلا بقى ادوني وشكم، برافو. يلا ورينا بتعملوا ايه. هقف معاكم انا اهو، هبقى بيبي زيكم بالظبط. يلا مع بعض، ازيك يا مضرب؟ يلا اهلا وسهلا، ودي عند جبنا هنا، نطلع برجلنا اليمين سنه كلنا، برافو يا سوا. يلا مع بعض احنا كل هيد بول، هيرجع المضرب مع بعض كلنا. يلا يا شباب، ها برافو برافو يا ده سهيل، ممتاز. هيد بول، ها راجل سهيل ده ممتاز. يرجع تاني المضرب مع بعض يا شباب اهو. طب نوري ايه يا امنيه؟ ما بتشتغلش معانا ليه؟ يلا يا جميل نعمل تاني، نعملها تاني عشان امنيه سرحت معانا في رجلينا. ازيك يا مضرب؟ هي اخر مره نعملها دي. مسكه المضرب في الباك هاند، بنحط ايدينا الشمال اهو ونودي مضربنا عند رجلينا الشمال، كعب المضرب باصص للشبكه، نطلع برجلينا اليمين سنه. يلا مع بعض هيد بول، برافو. ارجع المضرب تاني مع بعض، ها يلا بقى هيد بول، ها تمام. طيب وانتوا واقفين كده اعمل لكم ماسكه الفور هاند. ماسكه الفور هاند، اوكي يا كابتن. ماسكه الفور هاند مش هتختلف كتير عن الباك هاند، واسهل واجمل. طب ازاي يا كابتن؟ ازاي بمسك المضرب بتاعي؟ برضه بقول له ازيك يا مضرب، وان هاند اهو، برضه ايدي جايه من فوق اهي، نازله نازله لحد تحت اهي، حرف الفي اللي هو تبع عامل زي السبع باللغه العربي، او ان حرف الفي بالانجلش، بنقول له ازيك يا مضرب، المضرب اوكي. طيب هو اقوم جايب مضربي عند رجلي اليمين اهي، رجلي اليمين اللي هي دي اللي عند ايدي اليمين، واطلع برجلي الشمال سنه صغيره يا شباب، شوفوا الله. والكابتن هيقول لي حط لي الكره قدامه، لي هيك بول، بص المضرب ماشي اهو، واروح عامل بايدي بشاور بايدي وامسك المضرب تاني. ازيك يا مضرب؟ اهلا وسهلا، عند رجلي اليمين اهو طالع بالمضرب. الماسكه دي اسمها ايه؟ فور هاند. قولوا معايا اسمها ايه؟ فور هاند. فور هاند، فور هاند، فور هاند. الكابتن انا بشاور بيدي على العصفور اهو، الكابتن يقول لك هيد بول، اروح ضارب ممشي المضرب بتاعي والاقيها في بوستي، وسطي كله بيكون عند الشبكه في الناحيه دي كده. يلا يا شباب زي ما انتوا واقفين برضه، وشكوا الناحيه الثانيه. يلا يا جميل، يلا نعمل الفور هاند مع بعض. يلا يا جميل، تعال جنب امنيه اهو. ازيك يا مضرب؟ يلا يا امنيه، برافو. اهلا وسهلا، جيب عند جيبي ده، افتح برجلي الشمال كلنا. يلا مع بعض هيد بول، برافو يا سلام، ممتاز يا صاحبي. يلا نرجع المضرب تاني يا شباب اهو، هيد فور، ها يرجع المضرب تاني يا شباب اهو. طب نسلم على المضرب تاني عشان نوريكم كده، عشان نصوره تصوير جميل. ازيك يا مضرب اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، ودي عند رجلنا اليمين هنا، برافو. نطلع برجلنا الشمال، الوقفه دي اسمها ايه؟ فور هاند. اسمها ايه يا سهيل؟ فور هاند. تاني العيد، فور هاند. اسمها ايه الماسكه؟ فور هاند. يلا نضرب الفور هاند، هيد فور، ها يرجع المضرب تاني، وشاور بايدينا على فكره، يرجع المضرب تاني، برافو، شاور على العصفور، هيد فور. يرجع المضرب تاني يا شباب، ها نرجعه ازاي في نص الشهر؟ شايفين المضرب بتاعه هو بيرجع بيعمل ازاي؟ نفس المنطقه، برافو. تاني يلا نسلم على المضرب تاني، ازيك يا مضرب؟ اهلا وسهلا، نحطه هنا، نطلع برجلنا الشمال، يلا بقى هيد بول. دي ماسكه اسمها ايه يا سواي؟ فور هاند. فور هاند، نرجع المضرب كلنا يا شباب، يلا كلنا مع بعض بقى، فور هاند. شكرا يا شباب، ثانك يو.